بسم الله الرحمن الرحيم. رشيد السلمي رئيس جمعية شباب البيعة للمغرب الغد، أود أن أنضم كذلك إلى تلك الحملة التي قام بها مجموعة من الأصدقاء الفاعلين السياسيين والاقتصاديين بمدينة مكناس من أجل إنقاذ الفريق الذي أصبح في الهوية الكوضيم كما نعلم، لكن ننقذه من من؟ هذا هو السؤال الذي يتبادر إلى الذهن. ننقذه من من؟ لأن فريق الكوضيم إن كان له عدو فهو عدو خفي، إن كان له عدو فهو عدو من نوع خاص، يعلم كيف تلعب تلك اللعبة، يعلم كيف يخفي نفسه، لا يستطيع أحد أن يوجه اللوم لأحد. لماذا؟ لن نقول بأن هناك مسؤول عن ما يقع بفريق النادي المكناسي لكرة القدم، المشكل كبير مما نظن. فقبل أن نبحث عن من سينقذه كما قام به الآن السيد بوانو مشكورا عليه من أجل إنقاذ الفريق، بادرة حسنة أنه سيحاول أن يجمع مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين، وذلك من أجل جمع واحد القدر ديال المال. لكن لمن سنضع هذا المال؟ لمن سنعطيه هذا المال؟ فنحن نعلم بأن هناك سوء تدبير خاص بفريق النادي المكناسي، هناك سوء تدبير. فريق النادي المكناسي عنده مدرب الآن قوي، عنده لاعبين قويين، ولكن ما عندوش مسيرين أقوياء. الرئيس ديالو رئيس ما عندوش كاريزما ديال الرئيس، ما عندوش القوة ديال الرئيس. أنا ملي كنسمع بأن الرئيس ديال الفريق ديال النادي المكناسي تيبكي في أحد الفوكالات اللي كلشي انتشروا كلشي تعرفهم، تيبقى فيها الحال. ألور فين هو الكاريزما ديال الرئيس؟ وهل هؤلاء الذين يسيرون الفريق هم الذين يستطيعون أن ينقذوه؟ هل يجب علينا أن نلقي اللوم على المكتب المديري، على المكتب المسير، على اللاعبين، على الجمهور؟ هذه منظومة كاملة. مدينة مكناس فرق ديالها الرياضة كلها تحت طائلة ديال واحد اللوبي ديال الفساد خفي، وكل من حاول أن يخترقه وكل من حاول أن يتصدى له إلا ويجد نفسه إما أمام المحاكم أو تشوه سارته. لن أذكر على حساب المثال لا الحصر أبو خديجة، أبو خديجة اللي جا لمدينة مكناس، من اللي جا كان عنده الفلوس، حاول على أساس أنه يطلع بالفرقة، وفعلا داك الشيء اللي كان. وإني من بعد من اللي بغى ينفرد بقرارات راسه وأنه يكون رئيس حورب. لماذا حورب؟ لماذا استعمل ضده جميع الأسلحة؟ لماذا نجدوا الملفات القدامية دياله؟ لأن هناك أيادي خفية تريد أن تتربع على ريع الفريق الوطني، الفريق عفوا ديال النادي المكناسي. لذلك أكرر، من يستطيع أن ينقذ الفريق ديالنا؟ واش السلطة؟ السي الصبار الذي من لجا هو يقوم بمجموعة ديال الحوايج باش أنه يحاول أنه يعاود هيكل المدينة؟ هل رئيس المجلس البلدي السي بوانو الفاعلين الاقتصاديين؟ خصنا نعرفوا واحد الحاجه اللي هي مهمه، السياسه تتسير الكره، السياسه تتسير مجموعه الرياضه بمدينه مكناس. الوغ كيكون هناك تواجه، كاينين بزاف الناس ما نقدروش نقول لهم انت اللي درتي وفعلتي، لانك تخاف انك توجه له اللوم مادام ما تيكونوش عندك لي بروف. الوغ حنا كجمعويين ما نقدوش، الوغ خلي السلطه ان تقوم. حنا من هذا المنبر هذا تنطلب من عند السي الصبار، هذا الرجل القوي، الرجل اللي جا لمدينة مكناس وقدر على أساس أنه يغير بزاف الحوايج فيها، يغير هذه المسألة الخاصة بالرياضة. وناشدك السي الصبار، فأنت الوحيد، لأنك أنت هو المسؤول رقم واحد بمدينة مكناس بالنسبة لنا حنا كمواطنين. المنتخبون راه قلة من صوتت عليهم، لكننا كرعايا صاحب الجلالة وكممثل لصاحب الجلالة بمدينة مكناس، عليكم سيدي الفاضل أن تقوموا بكل ما بجهدكم على أن تجدوا حلا لهذا الفريق. ولا يجب علينا ان نضع اللوم على الفريق. مؤخرا بعد ما جاوا ما قدروش، انا كنعرف دراري في الفريق اللي ما كيلقاو ما ياكلوا، كنعرف اللي ما لقينش باش يمشيو يشوفوا العائلات ديالهم. ملي تحطات 50 مليون توزعات، علاش ما وزعناهاش على الفريق؟ علاش ما باش نقدروا نلوموهم، باش نقدروا نمشيو نتشكاو بهم للجامعه الملكيه؟ بزاف الهضره ما تنقل. مدينه مكناس عندها لوبي، اكررها، يسير بزاف ديال الحوايج، وهذاك اللوبي ماشي انا اللي غنقد ولا انت ايها المواطن الصالح، وانما هناك ميكانيزمات اخرى وهناك اجهزه اخرى اللي خصها تحيد الحجاب على هذا الشيء اللي وقع في المدينه مكناس. وما بدنا نقولوا راه الناس هادو دابا اللي تيديروا هذه العمليه ديال
انقاذ مدينه مكناس، انقاذ كذا، كلهم ما يقدروا يديروا حتى شي حاجه الا ما كانتش هناك اراده. اكرر سي صبار، الكره في يديك، راه انت اللي قد الان تحرك مجموعه ديال الملفات سواء في فاس سواء هنا في مدينه مكناس، وشكرا.